اصطدامة بين السيارات والمركبات تفاوتت خطورتها، وفوضى قوية أثرت بشكل كبير على حركة السير بالطريق السيارة الرابط بين مدينتي مراكش والدار البيضاء. تلك تداعيات الرياح القوية التي شهدتها اليوم العديد من مناطق المملكة، والتي صحبها تطاير للغبار تسبب في تعذر الرؤية لمستعملي الطريق وخروج بعض السيارات عن مسارها، ما خلف خسائر مادية جسيمة. شفنا واحد كسيدة في الطريق، دزنا عليها دابا جاي مشوي، ما عرفناش كيفاش الكار غادي بشويه ماشي شي سرعه نيت، فهمت؟ غادي يمشي غادي بشويه ماشي سرعه. المهم وقف يعني دخل في شي طوموبيل قدامنا، صافي هبطنا واحد شويه تدخل فينا الكاميو من اللور، صافي بدا حنا هبطنا لتحت، كلشي الناس هربات لتحت. انا كنت جاي في اتجاه من اكادير في اتجاه الدار البيضاء، على بعد واحد 500 متر بانت لي العجاجه القدام. انا الاول تقريبا مورا هاد الحادثه هادي اللي وقعت ديال هاد الكار هذا، نقص من السرعه، درت السينيلات ديال الربعه، علمت عباد الله اللي مورايا شويه بشويه. انا جيت ورا الكار وانا نسمع الضربه خايبه بزاف، واحد الضربه خطيره. كنا جايين في طريق عادي، تبنت لينا واحد الغبره، واحد العجاجه، داكشي كثير بزاف. نقص السرعه ايوا وغادي مع الطريق عادي، حتى كان لقى قدامي كاميو وكار واكسيدون. ضربت ما عرفت شنو ضربت، ما عرفت صراحه شنو ضربت، واش ضربت الطوموبيل، واش ضربت الكار، واش ضربت. لقيت راسي في هكا وخرج انا والزوجه والناس اللي معايا، خرجنا يعني من السياره لان الرؤيه مستحيله. إلى جانب صعوبة الرؤية، أحدث سقوط لافتات التشوير واقتلاع العديد من التجهيزات بطريق السيار هلعا لدى السائقين الذين اضطروا للتوقف، ما أثر على حركة السير بهذا المقطع الطرقي. كنا جايين مع الطريق، واحد اللحظة تحرك العجاج بزاف، الطريق ما بقاش كتبان لينا أبدا. فرانينا لقينا الكار ضاربوا كاميو أمامنا وحبسنا، نزلنا العيالات، السيد جا من مورايا ضرب. صافي ديك الساعة وقع الاكتضاد، وقع شي كيدخل في شي، ولكن العجاج رؤية العين ما كتبانش كاع، الدنيا ظلمت كلها تراب كلها رملة. يشار إلى أن مديرية الأرصاد الجوية كانت قد أصدرت نشرة إنذارية توقعت فيها هبوب رياح قوية مع تطاير غبار، الأمر الذي يدعو مستعملي الطريق إلى الالتزام بهذه التحذيرات وتوخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف المناخية.